في الربع الأخير من عام 2023 أطلقت شاومي سلسلتها الجديدة من الهواتف الرائدة بما في ذلك هاتف شاومي 14 برو وهذا في الصين وسيتم إطلاقه عالميا قريبا حيث يعتبر من أفضل الهواتف الرائدة لهذه السنة أيضا يوجد علامة تجارية أخرى تقدم هاتف رائد مميز قادر على المنافسة وهو من شركة نوبيا التابعة لشركة تي إي وهو نوبيا زي 60 الترا فهل سيكون قادر على التغلب ام لا لذلك سنكتشف في هذا الفيديو مقارنة بين هاتف النوبيا زي 60 الترا وهاتف شاومي 14 برو السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية مباشرة نبدأ بالتصميم كلا الهاتفين يأتيان يعني بتصميم مختلف بشكل كبير فهاتف النوبيا زي 60 إلترا يأتي بتصميم أكثر جاذبية من هاتف شاومي 14 برو وهذا على حسب رأي شخصي صراحة تصميم غريب وفريد من نوعه في نفس الوقت ايضا الهاتف ياتي بوزن اثقل من شاومي حيث يزن 246 جرام وياتي ايضا بابعاد اكبر ايضا يحتوي الهاتف على شاشه بدون اي اطار تقريبا مع عدم وجود ثقب لكاميرا سيلفي لان كاميرا السيلفي مدمجه اسفل الشاشه ايضا متوفر الهاتف بالوان مختلفه ويوجد لون مميز وهو اللون الازرق السماوي المستوحى من لوحه فان جوخ الشهيره واما هاتف شاومي 14 برو انحف واخف وزنا حيث يزن 223 جرام كما انه اكثر احكاما في اليد مقارنه بهاتف النوبي ايضا هاتف شاومي 14 برو ياتي باطار من التيتانيوم وكلا الهاتفين يدعمان مقاومه الماء والغبار بمعيار الاي بي 68 فماذا تختارون من ناحيه التصميم هاتف نوبيا او هاتف شاومي ومن ناحية الشاشة فهاتف شاومي 14 برو لديه شاشة منحنية من نوع امولد بحجم 6.73 انش مع دقة عالية كواد HD دي مع معدل تحديث 120 هرتز متكيف مع تقنية ال تي بي او ايضا تدعم الشاشة تقنية الدولبي فيجن والاش تي ار تن بلاس و68 مليار لون ولديها سطوع قوي 3000 نيتس لذلك راح تقدم لك الوان جميله مع زوايا عرض واسعه ومشاهده محتوى متميز واما الشاشه النوبيا زي 60 الا ترفيه اقل جوده ولكن تاتي بمساحه اكبر فهي تاتي بحجم 6.8 انش مسطحه مع دقه فول اتش تي بلس ايضا لديها معدل تحديث 120 هرتز وتدعم واحد مليار لون وشهاده ال HTR 10 بلس مع سطوع 1500 نيتس صراحه شاشه شاومي تتفوق من ناحيه الدقه والوضوح والالوان ولكن شاشه هاتف نوبيا تاتي اوسع خاصه انها تاتي بدون ثقب لذلك راح تكون مميزه ايضا في مشاهده المحتوى ومن ناحيه الاداء كلا الهاتفين نوبيا زي 6 إلترا وهاتف شاومي 14 برو لديهم نفس المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث ثماني النواة مصممه بعمليه تصنيع 4 نانومتر وتعمل بتردد اقصى اي سرعه يبلغ 3.3 جيجا وياتي بالمعالج الرسومي الادرينو 750 ايضا يوفر هاتف النوبيا زي 6 الترا ما يصل الى 24 جيجا بايت من ذاكره الوصول العشوائي وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0 وأما هاتف شاومي 14 برو لديه 16 جيجا بايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي ويعمل كلا الهاتفين بنظام الأوندريد 14 مع واجهات مختلفة صراحة كلا الهاتفين سيقدمان تجربة أداء قوية ورح يشغلوا الألعاب الثقيلة بدون أي مشاكل ومن ناحيه البطاريه فهاتف النوب لديه بطاريه بحجم اكبر 6000 ملي امبير تدعم الشحن السريع بقوه 80 واط ولكن للاسف لا يدعم الشحن اللاسلكي واما هاتف شاومي لديه بطاريه اقل حجما 4280 ملي امبير تدعم الشحن السريع بقوه 120 واط وتدعم الشحن اللاسلكي بقوه 50 واط اداء البطاريه بطاريه النوبيا افضل ولكن سنجد ان هاتف شاومي يتفوق من ناحيه سرعه الشحن ومن ناحيه الشحن اللاسلكي. وبالنسبه للكاميرات يحتوي هاتف شاومي 14 برو على كاميرا متميزه تم تصميمه بالتعاون مع شركه لايك الالمانيه ويتضمن ثلاثه اجهزه استشعار في الجانب الخلفي سنجد حساس جديد سوني الال كريك تي 900 للكاميرا الرئيسيه التي تاتي بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه متغيره. والكاميرا الثانية للبيريسكوب بدقة 50 ميجا بكسل مع تقاريب بصري 3.2 اكس واخر كاميرا للتصوير الواسع بدقة 50 ميجا بكسل واما هاتف النوبيا زي 60 الترا لديه نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا بيريسكوب بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا تصوير الواسع بدقة 50 ميجا بكسل كلا الهاتفين راح يقدموا صور ممتازة سواء في الإضاءة العالية أو المنخفضة أيضا كلا الهاتفين يدعمان تصوير الفيديو بدقة 8K وال 4K وأما كاميرا السيلفي لهاتف نوبيا فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وأما هاتف شاومي يأتي بدقة 32 ميجا بكسل لذلك سنجد تفوق هاتف شاومي من ناحية كاميرا السيلفي خاصة أنها تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K على عكس هاتف نوبيا تدعم كاميرا سيلفي تصوير الفيديو بدقة الفول اتش واما سعر الهاتفين فهاتف النابيا زي 60 ترى يبدا بسعر حوالي 600 دولار اي ما يعادل 12 مليون واما هاتف شاومي 14 برو يبدا بسعر 680 دولار اي ما يعادل 13 مليون وهذه بالنسبه للنسخه الصينيه اكيد النسخه العالميه راح تكون اغلى في السعر على العموم الهاتفين يقدمان مجموعة من الميزات القوية فنقطة قوة هاتف النوبيا أنه يتميز بتصميم فريد من نوعه أيضا يملك بطارية متميزة مع كاميرات احترافية أيضا يتميز بشاشة كاملة بدون ثقب وأما هاتف شاومي يتميز أيضا بتصميم جميل مع إطار من التيتانيوم أيضا يملك شاشة أفضل مع سرعة شحن سريعة ولا ننسى انه يملك ايضا كاميرات او منظومه كاميرات احترافيه وفي الاخير ماذا تختارون هاتف النوبيا z 60 إلترا او هاتف شاومي 14 برو رجاء أن شاركونا رايكم في التعليقات دمتم في رعايه الله وحفظه